بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة والأخوات، أدب جديد من آداب المجالس نتكلم معكم فيه اليوم. ولكن قبل ذلك أحب أن أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن وجود الأطفال من الأبناء في مجالسنا، كيف ان احنا نغرس فيهم، كيف احنا نعلمهم، كيف ان احنا نربيهم على آداب المجالس، وكيف نحسسهم بأهمية تواجدهم في هذه المجالس، لأنهم هم أطفال اليوم ولكنهم رجال الغد. وجود الأطفال في المجالس مهم جدا، نغرس فيهم ويتعلمون بتطبيق عملي، يسمعون القول ويشوفون العمل منا ومن اللي زورنا، من أرحامنا ومن أصدقائنا. وجود الطفل في المجلس يعني البعض يمكن لا يرى فيه أهمية، لكن في الحقيقة أن وجود الطفل مهم جدا في المجلس، يتعلم فيه، يمكن يبدر من الطفل بعض الأخطاء، يمكن يبدر من الطفل بعض المشاغبات، فنستحملها ونتحامل على أنفسنا فيها من أجل أنه يتعلم. احنا الكبار نخطي، فما بالكم بالصغار؟ احنا الكبار نتملل من بعض الامور، فما بالكم بالاطفال؟ يتمللون يمكن، لكن احيانا يعني نسدد ونقارب، نخليهم يكونوا موجودين في المجالس عشان يتعلمون. لو ما كانت في اخطاء ما راح يتعلم اصلا، واحنا لو ما كانت لنا اخطاء سابقا ما تعلمنا ووصلنا للمرحله اللي احنا وصلناها الان. فنستحمل الأطفال في تواجدهم، بل نعزز تواجدهم.